عليكم البنات، اليوم جيتكم اهلا وسهلا بكم. اولا في مطبخ ام وليد والاكل الصحي. البنات اليوم جيتكم بوصفه جديده، وصفه لي بات وتون، يعني المكرونه هذه اللي لي بات باستا بالتونه، وهي جي صوص يعني بيضه يعني عادي بالفرماج وكل شيء. بقى عندنا هنايا 400 غرام 400 غرام تاع مكرونه، هذه هي كما يقولوا لها تاع الغوصوغ، وانتم كما تحبوا ديروا سباغيتي، تحبوا ديروا اي نوع من اي شكل اللي عندكم متوفر عندكم في الدار. هنا عندي حبه بصل كبيره، هنا عندي 200 غرام تاع التونه تاع الماء ومصفي، واذا كان درتي تاع الزيت ثاني صفيه مليح. وهذه هي 200 غرام يعني حوالي زوج علب. وهذا فرماج شيدر، وهذه الكريمة الطهي يعني كريم فخش، ملح، فلفل الكحل، وزيت الزيتون. يعني الصراحة هذه أكلة سهلة وخفيفة وصحية وكاملة، وجبة كاملة يعني. الآن نروح لمرحلة الطبخ التحضير. اذا نجيو لطاسه الطبخ، نحطو شويه زيت زيتونه هكذا حوالي زوج مغارف تاع اكل، من بعد نحطو عليها البصل. يعني هي في الحقيقه البنات هذه الوصفه هذه راهي درت كميه قليله، وانتم ما تحبوا تزيدوا الكميه راكم تزيدوا ضعفوا الكميه عادي يعني. اذا نخليو البصل يتقلى هكذا شويه هكذا، والبصل تحبوا تقطعوه هكذا مربعات، والا تقطعوه طوال دي لاميل. هايلا نرمي لها شويه تاع ملح جوست بور ستوبي لا كولور، باش ما توليش يعني تدبال وما تولي ليش دوغي، صديق تدبال وتقعد شويه يعني هكذا تمد اللون تاعها، تبقى في اللون تاعها يعني. هكذا نخليوها، نخليو البصل يدبل هكذا شويه. نرجع لكم. اذا بعد ما دبلت لي شويه البصله هذه، نزيد نحط عليها التونه هنا نخليها حتمي جوتي معاها شويه هنا شويه هنا شويه هنا شويه هنا هي طبخه سهله، يعني وصفه سهله في 5 دقائق 6 دقائق بالكثير توجد تجهز، وبنينه وما شاء الله يعني صحيه ويعني وجبه كامله، فيها الكربوهيدرات فيها البروتين فيها يعني ما شاء الله. هذا ومن بعد هكذا نزيدو نرميو شويه برك تاع ملح، علاش باش في التونه ماشي فريمون تجي شويه هكا البنه تاع الملح وفلفل اسود، عندي فلفل اسود ديرو شويه هكذا مكتروش نخلط هكذا
عاد احنا البنات عندنا حوالي تقريبا هكذا نص كاس تاع الكريمة. فوالا نخليها تقلى شوية. اذا هاي اللي تقلت شويه هنايا نجيبو الباستا لي بات نضربوهم ومن بعد نخلط كل شيء مع بعض. هذا لازم كل شيء ندمج مع بعض. ونسيت ما قلت لكمش الماء تاع المقارون لي بات كي طيبوهم ما الماء تاعو ما ترميه ما يعني ماشي ما شدوا خليو قيس زوج ملاعق كبار تاع 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 الماء تاع لي بات اللي طابو وفرغوهم هنايا. علاش؟ باسكو تمد انغو سبيسيال تمد ان بون غو. نقدروا ترميو هنايا تانيك شويه جبن، نقدروا ترميو هذا شويه تخليوها تزيد ميجوتي شويه ومن بعد تحطوه في طبق التقديم. شوفوا شوفوا الجبن شحال حلو كيكون هكذا يتلاصق هذيك. هكذا تحطوها في طبق التقديم وضرب شويه نرجع لكم. هاوليك الطبق تاعنا البنات ها وجد، وبقات اللمسه الاخيره اللي هو الجبن حطوه من الفوق هكذا. هاوليك الطبق تاعنا تاع الباستا بالتونه ولا كريم فخاش. والله جربوها ومش راح تندموا، يعني بنه 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 ولا اروع، بنه رائعه ما شاء الله، خفيفه وصحيه وبنينه وحتى سعراتها ماشي بزاف، حتى سعراتها الحراريه البنات ما راهيش بزاف، يعني طبق في تاع 100 غرام فيه 210 سعره حراريه، يعني كي تاكلي 300 وحاجه 310 350 سعره حراريه راكي مليحه يعني في ال... هذه هي. ان شاء الله تهلاو في روحكم ونشوفكم في موعد اخر ان شاء الله، وطبخه جديده ان شاء الله، طبق جديد ان شاء الله. ما تنساوش بالاشتراك والجام وبارتاجيو الاطباق مع اصحابكم واصدقائكم، وان شاء الله ينال الاعجاب والرضا. يلا السلام عليكم، باي باي.